مساء الخير عليكم يا أروع جمهور سينمائي على الإنترنت. إحنا لحد دلوقتي في قائمة سينماتولوجي الأعظم 100 فيلم. سافرنا كذا بلد، رحنا أمريكا ومصر واليابان وإيطاليا وأسبانيا، والنهاردة بقى على الهند. الهند ليها معزة خاصة جدا عندي لأني عشت هناك قرب 3 سنين. عشت هناك مش زرتها بس، أيام ما كنت مهندس في شركة بترول، وبالرغم أني كنت كاره شغلي نفسه لما كنت بترمي على بريمة في نص البحر لشهور، إنما كنت لما أرجع المدينة مومباي كانت أحلى أيام. الهند مش بس بلد تانية، الهند كوكب تاني، والسينما هناك مش محتاج اقول لكم، بوليوود هي اهم حاجة في الهند، صناعة جبارة، مئات الافلام بتنتج كل سنة بكل اللغات المختلفة في الهند، لكل الشعوب المختلفة في المناطق المختلفة جوه الهند، بيعشقوا السينما وشربينها، وانا شخصيا بحب الافلام الهندي جدا، بالذات الافلام القديمة شوية. طبعا كلنا او اللي من جيلي على الاقل واكبر فاكرين ان في فترة زمان الافلام الهندي كانت على طول بتتأجر في محلات الفيديو في مصر، وميتاب باتشان ده كان نجم محبوب جدا عندنا. الفيلم اللي عايز ارشحه لكم هو فيلم ديلوالي دولاني لو جاينج، او دي دي ال جي زي ما بيسموه الاختصار. الفيلم انتاج 1995 واخراج اديتيا تشابرا. عائلة تشابرا دي من العائلات العريقة جدا في السينما الهندية، وبطولة شارو كان وكاجول. الفيلم ده هو صاحب اطول فترة عرض في السينما في العالم. في سينما في مدينة معينة في الهند بتعرضه لحد النهاردة بعد اكتر من 25 سنة، انتم متخيلين يعني. من اهم الافلام الهندية الرومانسية، لدرجة ان المؤرخين بتوع السينما الهندية قالوا ان ممكن نقسم الافلام الهندية الرومانسية الى جزئين، افلام ما قبل دي دي ال جي وافلام ما بعدها. انا بحب الفيلم ده جدا لكذا سبب. الممثلين هايلين، الكيمستري اللي بين شاروخ خان وكاجول هايلة. Working with Shahrukh is like working with a tornado or a volcano. You know what I mean? It's forever erupting with ideas and it's forever, I mean, it's always taking you somewhere or the other. It's not passive. It's not at any point passive. I mean, you're always doing something. You're always thinking something. There's always a lot of creativity involved. والفيلم بيحكي عن قصة ولد وبنت هنود لكن عايشين برا الهند طول عمرهم، وبيتعرفوا على بعض في رحلة حول أوروبا، فبنشوف مظاهر خلابة لأوروبا نفسها. وبالطريقة دي الفيلم كان بيخاطب جمهور كبير جدا، وهو الهنود اللي عايشين برا الهند، الـ NRI Non-Resident Indians، الهنود غير المقيمين. ومن كتر نجاح الفيلم بقى فيه أفلام كتيرة جدا بعدها الأحداث بتحصل فيها برا الهند علشان يكرروا نجاح التجربة دي. وبعدين البنت لازم ترجع الهند علشان تتجوز جوازة مترتبة arrange marriage لابن صديق والدها، وشاروخ كان طبعا بيروح وراها عشان يفركش الجوازة. قصة بسيطة جدا واتعجنت مليون مرة، بس بتحكي عن حاجة مهمة جدا عند الهنود، وهي ازاي توافق بين حريتك الشخصية والاندبندنس والسفر والمعيشة برا، وفي نفس الوقت ما تنساش هويتك كهندي او هندوستاني زي ما بيقولوها. الصراع ده مهم جدا عندهم وعندنا احنا كمان على فكرة طبعا. والفيلم ده سر نجاحه هو ان القصة والاداء والفيلم كله عرف يرضي المعادلة دي. والاغاني فيه جميلة جدا، انا بحب قوي الاغاني الفترة دي لما كانوا لسه في الافلام بيغنوا برا في الطبيعة، دلوقتي معظم اغانيهم جوه كلابس وكده، فمش نفس السحر بتاع الافلام الهندية. انما اغاني الفيلم ده هايلة، واغنيتي المفضلة اسمها ميندي لا كيراكنا. الميلودي والرأس والافكار اللي فيها جميلة جدا جدا. اسمعوا الاغنية واتفرجوا على الفيلم واستمتعوا كده وافتكروني، وقولوا لي انتوا ايه افلامكم الهندية المفضلة عشان اخش اشوفها انا كمان. وكالعادة شكرا على متابعتكم، واشوفكم الفيلم الجاي. سلام.